بيتزامن اليوم بدء توقيت حلقتنا مع بداية ونهاية حدث عالمي شاغل الناس والدنيا من 20 نوفمبر، وبداية المباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا على لقب بطل كأس العالم 2022 في نهاية مونديال شغل العالم طوال شهر بالمنافسة والمفاجأة طبعا. ومشاهدين المنتخبين حاصلين مرتين على لقب بطل كأس العالم، والمنافسة اليوم لنيل النجمة الذهبية الثالثة لواحد فيهم. الناس على أعصابها، مين راح يحصد اللقب اليوم؟ وحملات الدعم للفريقين مالية المنصات وشغل عقول وقلوب الملايين. أما ليونيل ميسي فلو النصيب الأكبر من الدعم اليوم، ويبدو أنه السبب بالإضافة لإنجازاته ومهاراته الكبيرة اللي قدمها لمنتخبه وأنديته الكرة أو لكرة القدم عالميا بشكل عام، يبدو أنه كمان هذه المباراة راح تكون آخر مباراة بيخوضها في كأس العالم، فهذا كمان عامل زيادة نوع من الحماس. لكن بشكل عام الأجواء الحماسية والخصوصية الرياضية والحالة اللي عملها المونديال حقيقة ما بتتكرر، لأنه بالأساس صعب يكون في حدث يجمع الملايين على متابعته بنفس الحماس من أول يوم لآخر دقيقة في جلسة. وكثير من المتعصبين لكرة القدم من بعد ما بينتهي المونديال بيعانوا من الوحدة والعصبية والكآبة بسبب الفراغ وخلو جدول النشاطات من موضوعات شيقة، فبيشعروا باكتئاب ما بعد البطولة، post tournament depression فعلا في مصطلح للموضوع يعني، واللي من أعراضه الحزن والكسل وقضاء ساعات في متابعة أخبار اللاعبين المصابين وتنقلاتهم واحتفالات الفريق اللي فاز. وهذه الأعراض حلها يا جماعة كالتالي، يعني لازم يتجنب الشخص الانعزال عن أصحابه بعد المونديال، لازم يمارس نشاطات جماعية، ما يهمل العمل أو الدراسة، وفي نفس الوقت ما يشوف إعادة مباريات لأنه الهوس الرياضي بيخليه يحزن أكثر. يعني بكل بساطة يحاول يرجع لحياته يعني عادي كيف ما كانت قبل المونديال.